بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السنة للمستوى السنة إسلاموي مصاحفتنا أوديو فيجوال تودكشن إتلايو بي سي ديوت كاسيتو تشننا إسلاموي كتابو تشن بمسرة تطلع يميقن يتقوام يميفلقوتن كتابو تشننا بي سي ديوت تشن يميقن يبت السنة هنجزيم بتشاله ملكم درجاون بمسادق يدين كتابو تشننا الزقاج تونا سمتتو بمسرة تطلع يسيقن سلاسا جزئي عزو يقول ان البوموچنا سيديوچم تکاتفال بتچماري بكاسيتنا ببي سي دي كتزگاجو اسلاماوي محاضراوچ مكاكل الشيخ محمد حامد الدين عبد الصمد يحيى امستو نبي التاريخ امانا باسلام مسلم سيتوچ سنا مغبار يا عالم فلطامي نبياوي تنديتوچ يا ولاجنا يزندنا حق بمسرات لا يميگني 30 جزء يازي قران تفسير با ديونا بفيديو يميلو سيتكاسون باستاذ صادق محمد تكتاتا يا ايمان مسرطوت باستاذ محمد فرج الميالة توحيد دعاء يمؤمنوت مساريا باستاذ بحر عمر وطات محمود يونس يسطرقن اسجرامي تاريكوات بمحمد يوسف محمد ودا امارينيانا ودا ارومينيا يتترقمو يا دكتور زاكر سراوت ايتو تاتشنا تاتشنا ديو ابيتو قطس بلاو لينن يمي ماوبت وقتنا ادراشاتشن امريكان جبي كادبابا يوزق بلو بستقن السنة ستيشن سلك ديرو اسراهان ايا سبا سدس سلاسا ستسام ديرو زتن اسراسوس سبا زتن اسراسبا زيرو سبا اقرأ وخيّا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى بمكة يوردت مئراف ستهون عمسا سوست أنكسوچن ياكات تتجنات ببركاتا سلفوچ زند حاميم عين سين قاف بمبال تسيما لچ بخاري في كتاب التفسير ترمذيم في جامعه بزيو سمنو يتروات بزو يتفسير مصحفوش لاي سورة حاميم عين سين قاف تبلا تترتان ناقن يالن
سورة الشورى متبعلا لك شورى مالت مككر مالتنو الزج مقرافست يشورى تكمنا درجاو سلتقلت بزيا سمت ترتال لك سورة الشورى علم سايقا بابت مالت سورة الشورى ويم سورة الشورى تبلا تترال لك عين سين قاف تبلا تترال لك حامي من ملون سايا كاتتو مالن سورة الشورى بمكة يوردت مهنا جمهور العلماء يهدو بات سيهون بمدينة يوردو يتوسنو أنكسو تشالو يميلو مالو وعن مقاتل استثناء قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا كملوا جمرو إنه عليم بذات الصدور كآية صوستس كآية عرات يالوت أنكسوش بمدينة نو يوردوت بأنصاروش لاي يملو عنه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض يملوهم بأهل الصفان يوردو ولكن ينزل بقدر ما يشاء سلزي مدني نو يمل دقمو كمقاتل تزقوال الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلى قوله ما عليهم من سبيل كسلاسة زتن يسك أربع أن يعلم بمدينة يوردو يملو زقباو تشالو بقرآن رافوش كدم تكتل باورا ردهدت كسورة الكهف كتلا كسورة إبراهيم بفيت زي محكل نيوردتشو سلسا زتننيا يقرآن مقرافنات في ترتيب النزول بقرآن يأكمام الترتيب سايحون باورا ردو كدم تكتل اندزي خنانو يوردتشو يلال اندهم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يمتلوا آيا دقمو بمكة زناب تقوارطو بنبر بساتنا يوردتشو يميلون زقبا مسرت كادر رقن كنبي صلى الله عليه وسلم ملاك بسم من تنياو آمت لاينو يوردتشو يميلون قومنا قريسة النالماتم كنياتون بزا ساعت نبرنا زنابو يتقوارطو مالم كسم من تنياو اسكزت انياو آمت بعثا يأنصار ملكتنيوش ودى مكة متو كنبي صلى الله عليه وسلم قارا مبايع عباد الرقبت ليلة العقبة دمو يوردتشو والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم يمتلوا آيانات ثلاثة سمنتين يو آيامالا هيتي أنصاروشن يمتلوا الدس آيانات أريد به الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة يمرافوا واننيا تكرت قرآن لاي تجتي سنزرو بنبرو مشركوش لاي ملاش مستتنا قرآن يا الله كلام ايدلم محمد براسو حسابي يوتاتا يمياك انا برو نققرنو بلو تجتي سنزرو ينبرو مشركوش لاي سفي ملس زي سورة وستنا يعلن اندوم يسورة تكرت باتكا لاي بوحي تنسى حساب زوريانا ومالتي تشالال كما جمر يا جمرو كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كملوا جمرو مالتهم بنني بحروف مقطعة ألف لام حاميم ياسين بنني في دلوذك تجمرو سوراوك بمولو يا قرآن منتك الله مهونون سايار رقاقتونا شبهات سايملسو يقروا ايغنيوم غنزي سورا لا يدغمو ليتيال تكرت تسطو ايغنيال لوحي قداي مالتو ود محمد صلى الله عليه وسلم وحي موردو قدم سيل بنبروت نبيوچ لاي كموردو يتليا ايدلم الله بلغو سو لاي وحي مورد يچلال كل نغر بسو جنا بسو قططر نيا له له ما في السماوات وما في الارض قدراونا وسانيو يمياقبونا ميكلكلو ماننم يله يلاينياو عالم باجو يهونا يتاچنياونم عالم يفطر جيتا كمكاكلاچو محمد ميبالن سو مرطو سيابقا حقوم بسو اماكانينت ماوردو لعقل يمريق نغر ليهونم ايغباون بمالت بمشركوچ لاي سفي ملسي ستال مالن كزي مشركوچ ايهن انقبلن بمالتاچو انداچم حجا اندليلاچو حجاتو أئمة الكفر كما كتل وجي
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يوم القيامة مبال يلم حساب يلم قرآن ما الله لا وردم ما أنزل الله على بشر من شيء بلو سكدوا لما كاد يسنى الساتشونا حجا يمهنا اتشو نقر نورو اتشو آيد يلم كراس اتشو انبتن ينت بچا تنستونو من تلقاء أنفسهم بمالات يمشركو الشبهة مسرة بسمهونون تقل سألت مالتهم وليلا بكل رقمو نبيون صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ياسنان نابتنو يمنايو مشركوش بياستباب بلوه يانتن ملك تبايك قبلونا انبتن ياهونه بالطايات شو لتبساة جايك قبهم فإن الله متولي جزائهم استبابا يوچن جزاء اتشون يميكفلو السنو حساب اتشو با الله سبحانه وتعالى بچان وبلو نبيون صلى الله عليه وسلم كاسنان نابوهالا نبيو صلى الله عليه وسلم كمشركوش بوكل منم من دم ما يفلقو زمدنا كالهون بستقر إلا المودة في القربة بزمدنا يتنسى مواددنا لننت بقو مشات كالهون بستقر منم كننت بوكل يمفلقو نقر يلنم يلكونس راسات شهون مادان نومي قبات شهو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بلا تشويلال كزيام بمجرشا قرآن يا الله سبحانه وتعالى تأمر مهونونا نبي صلى الله عليه وسلم قرآن يزو ممتعتا تشو لنبي جنتا تشو بكي ما سرجا مهونون ياسقنا الزبال مكنياتهم رسول صلى الله عليه وسلم كالجنة سكو كدرس كمسعف غار عندا تشم جنونتا لنبرا تشوهم صفوا ياوكم عن ببوا ياوكم أمينا تشو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي دميلو بليل آية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم دميلو قنهن القرآن يالفن تاريخ عكاتو يودفيتن تنبيت عتقالو يزارين يألت كألت متدادر حق يزو ممتعت يميش القرآن عند أمي يزو مكربو راسو تأمرنا ومعلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كن يبكو لهنا روح ودانتنا وردالن كتاب من اندهنا إيمان من اندهنا أنتم عطاوك منبر قننيا يفلق نوسو قلب وسط هدايا من الناس قباب بتادر قنوال نهدي به من نشاء من عبادنا ስለዚህ ያንተ ጥረት ያንተ ሐሳብ ሳይሆን የኔ ወህይ ነው የነሱ ማስተባበል ምንም ትኩረት ልሰጠው አይገባህም በማለት ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያበረታታል ሌላውንም ደግሞ ቁርአን ምንጩ ያአላህ መሆኑን እንዲረዳ ተአምርነቱን ያስገነዝባል ማለት ነው የምዕራፋ ተክላላ ትኩረት ይሄ ነው ሐሚም ዐይን ሲን ቃፍ الله أعلم بمراده بتدقاقامي انداسالفنو الله سبحانه وتعالى بيتشانو ينزيهن مهسارك آلات معنى بتككل يمياو قومالا يقرآن تأمرن ينتنا هيالنتن بيتشالمتكم يوردونا اتشو إشارة إلى الإعجاز القرآني كذلك يوحي إليك اندي بزملكو الله سبحانه وتعالى ودا أنت وحيون يا وردال وإلى الذين من قبلك كانت بفيت ودنبرتم يا ورد نبره الله العزيز الحكيم الله حيالنا طببنيا يهنو جيتا له ما في السماوات وما في الارض بسمايات بمدر ياله كله يسنو وهو العلي العظيم حيالنا تعلقم السنو تكاد السماوات يتفطرن سمايات لسنتعتقو يقربالو من فوقهن كمدروش بلاي والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكة وچم جيتا چون كمسغانا وقارب ماك علاك لأت أروتال ويستغفرون لمن في الأرض بمدر لالو فطرتاته اللو مهرة يلمنا اللو ويم بمدر لالو مؤمنوش مهرة يلمنا اللو ألا إن الله هو الغفور الرحيم نكو الله ارسلنا ومهرة سفي ازان يهنا وجيتا والذين اتخذوا من دونه اولياء النزيا كالسليلاء مالكتوچن يازو سووچ الله حفيظ عليهم
الله سرعتشون بالنسو لاي تتباباك إناتك وطاطاريوه نجيتانو وما أنت عليهم بوكيل أنت بالنسو لاي وابي ويم وكيل عيد اللهم مالك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله ودانتنا كانت بفيت ولنبروت من بيوت الله سبحانه وتعالى وحي ياوردالال كذلك مالت كما أنزل القرآن قرآنا ودانتن داوردو هلو ليلوچنم وحيوچ ودانت ياوردال لأن الله عز وجل أوحى إليه القرآن ومثله معه قرآنون رساتشو أوردوال يقرآن تمسا سايدمو ليلا حديث يمبال وحي أوردوال الله سبحانه وتعالى إنه وحي لسول ما عندنا وما لتنا وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه قرآن تسات إجال له كرسم قار يسو تمسا ساي تسات إجال له ما لت قرآن يمي أبرار رايهون حديث ما لنا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ودنس يوردون عند التابر الرجو إن يوردان تأوردنا للا فالله أنزل القرآن وأنزل الحديث ولتنم يوردو الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كسميته ويمكزن باليو كفلاغوتو أين ناقرم ورسوك كتاب كل مما تعلت وحي بيتشانه وما لتنمي قلت وليلا أنكز مالن وإلى الذين من قبلك كانت بفيتم ودنبروت نبيوج اندهونو يمياورد ينبرو الله سبحانه وتعالى لسهولهم أكلنا ومالا يقدمت نبيوج وحي تقبلو يا محمدنا لكبل من ملسو هلون من دال تقبلنا ومكنياتهم الله سبحانه وتعالى هلون مرطونا يلاكات بس سرا وسط قبطو اقلين ملاكهن تقبيالو يقلين كنا على من المالد هلون مكالما من قارا أكلنا ومالا الله العزيز حيال هنا وجيت عيلا عزيز زي بوتا ممرطو يراسو مسترانو انكبل ميالو عملت وايكروم حيال ننينا اقطعچوا لو لمالطو الحكيم على دمو طببنيا وال وحي طبب ازل نو مال لسو لجوچ اسفلاغ يهونو نغروچن كله ياكاتت سلهونا العزيز في انتقامه الحكيم في اقواله وافعاله بسراوچنا በንግግሮቹ ጥበበኛ የሆነው ጌታ ባንተ ላይ ይሄን ቁርአን አውርዷል እንዴት ሊያወርድ ቻለ የሚል ካለ ምኑ አቅቶት ነው ለሁ ማ في السماوات وما في الارض በሰማይ በምድር ያለ ሁሉ እኮ የሱ ነው وهو العلي كሁሉ በላይ የሆነው الله سبحانه وتعالى ራሱ ነው العظيم ሃያል የሆነው እሱ ነው እንግዲህ ታላቅነቱን የሚገልጹ ሁለት ሲፈቶችን ነው የተጠቀመው አልይም ያው የበላይነትና ታላቅነትን ነው የሚገልጸው አዚምም ያው ነው ይሄ ተደጋጋሚ ሆኖ መምጣቱ ምንባብ ተውኪድ ነገሩን ለማጥበቅ ነው አልከቢሩል ሙታዓል ይላል በሌላም አያ አልዓሊዩል ከቢር ይላል ብዙ አያዎች ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው አሉ እንግዲህ አላህ ብቻኛ ሃያል ሰማይ ምድርን የተቆጣጠረና ሁሉ ዓለም በእጁ የሆነ ጌታ ሆኖ ይያለ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ የሚያሻርኩ ሰዎች እጅግ ከባድና ዘግናኝ የሆነ ወንጀል ነው የፈጸሙት ከወንጀሉ ክብደት የተነሳ ተካዱ السماوات يتفطرن من فوقهن አለ ሰማያት ሊሰነጣጠቁ ይቀርባሉ አለ በሌላ ማያ እንደሚ ገልጸው وتخر الجبال ምንድነው تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سماي مدر للسنة تعطيك ويكربالو على ترارا وچم لنقدو ويكربالو رحمن لجالو بلو مشرك وجسلتنا أقرو بالجال يسو لجندك اللال ملقاتشو يكفر عينتوج سماينا مدر لأننا قوتو يتكاربوناتشو كقزفتاتشو يتنسى ግን ቀልቡ የሰው ደረቅ ስለሆነ እነኚህን ነገሮች ጧት ማታ ሲነዘነዛቸው ትንሽ እንኳን አይቀፈውም ማለት ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء وحق لها ان تطل سماي تنساتتتشالو ستطاله شكمو كبدوات دمو ይሄ ይገባታል አሉ ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيها ملك ساجد لله او راكع አራት ጣት የሚያስቀምጥ ክፍት ቦታ እኮ የለባትም
سجود يادرغ ويم ركوع يادرغ ويتسبيح يادرغ ملائكة يشفنات بتهون انجي بعد وبوتا يلجم يا هولو تسبيح يادرغال اندغنا ليلوج فطرتات باتكالاي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم አንዳችም ነገር ጌታን ከመስጋናው ጋር ያቀላቀለ የሚያጠራው ቢሆን እንጂ ከዚህ ውጪ የሆነ የለም ግን እናንተ የነሱን ተስቢህ አታውቁም ማለት ይህ ሁሉ ያጠራው ነው ያለው የሰው ልጆች መካዳቸው ራሳቸውን ከመጉዳት ውጪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጎለው የለም ይሄ ሁሉም ባያጠራው ደግሞ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي ሁሉ ቢክድና ባያምንም ከሱ መንግስት አንዳችም ያክል የሚጎል የለም ምክንያቱም ሁሉንም አላህ በቁጥጥሩ ነው ያደረገው ወደ እሳት እና ወደ ቅጣት ማጋፈጥም አይሳነውምና ማለት መላእክቶች ተስቢህ ያደረጉ ለሙእሚኖች ደግሞ ለሰዎች ሙእሚኖች ያዝናሉ ያ ረቢ እነኚህ ሙእሚኖች ባንታምነዋል ላንተ ገብተዋል ምንም እንኳን ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ቢሆኑ ምህረተ ሰፊ ነውና ይቅርበላቸው ይያሉ ويستغفرون لمن في الارض በመድር ላለ እስትግፋር ያደርጋሉ ይላል በመድር ያለ ማለት ሙእሚኖች ማለት ነው ባለፈው ሱራ ሱረቱ ጋፊር ላይ እንዳሳለፍነው الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ብሎ ገልጾታል ላመኑት ሰዎች እስትግፋር ያደርጋሉ አለ በመድር ላሉ ሲባል ለካፊሩም ለሙእሚኑም ማለት እንዳልሆነ እንዲታወቅ ማለት ነው ለሁሉም እስትግፋር ያደርጋሉ ላመኑት ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم جيتاي بوقتهنا بچلوتاه ሁሉንም ማዳርሰሃልና ወደ አንተ መንገድ ለተመለሱ ሰዎች ምህረትህን ለገሳቸው የጀሃነም እንቅጣትም አድናቸው وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ክፉ ነገሮች እንዳይነኳቸው ተጠብቃቸው አንተ ከክፉ ነገር ተጠብቃቸው የተጠበቀው ሰው አዘንከለት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ ስኬት ነው ይላሉ መላእክቶች ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ጌታዬ ያችን ቃል የገባህላቸውን ጀነትን ማስገባቸው ከነሱ ዝርያዎች ከልጆቻቸው ከሚስቶቻቸው ትክክለኛ መንገድ ያዙ ጥሩዎችንም እንደዚሁ አብርሃ አካታቸው ጉድለት ቢኖርም በመህረተህና በዝነተ ሸፈናቸው ይላሉ መላእክቶች ለሰው ልጆች ሙእሚኖች ተጨንቀው ዱዓ ያደርጋሉ ይላል ይሄ እንግዲህ አንዱ ተፍሲር ነው አያውን በአያ ለመፈሰር ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ሊመን ፊል አርድ ሚለው ሁሉንም ያዳርሳል ቢያንስ ለአኺራ መግፊራ ባያገኙ እንኳን እዚህ ዱንያ ላይ መቅሰፍት እንዳይደርስባቸው የመላእክቶች ዱዓ አስተዋጽኦ አለው ይላል እንዲህ አይነት ተፍሲር የፈሰሩም አሉ فالله اعلم بمراده يتشعل ميመስለው ግን ለሙእሚኖች ብቻ የሚለው ነው ምክንያቱም አያውን በአያ ከመፈሰራ አቋያ ማለት አላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች እስትግፋር ያደርጋሉ እኔም ጨካኝ አይደለሁም አዛኝ ነኝ አላ ኢነላህ هو الغفور الرحيم الله እሱ ነው መሐሪውና አዛኙ አለ هذا اسلوب حصر ምህረትና እዝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ብቻ ነው የሚገኘው ለማለት والذين اتخذوا من دونه اولياء انذياك الله ليلى امالكتوچن يازو يتقمالو يغودالو ينسالو يسطالو ياكبرالو يادهيالو الله زندم يشمغلونال هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ود الله اند يقربون انجي ليلى غير غدا انا ملكاچو ميالو كالله ليلى يالو نغروچن يمياملكو سووت አምልኳቸው ከንቱ ይሆንና አላሁ حفيظ عليهم الله ስራቸውን ሁሉ ይጠባበቃል ይቆጣጣራል شهيد على اعمالهم يحصيها ويعدها عددا አንድ ባንድ ይቆጥራታል አንድም ነገር የሚቀር የለም في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة تنشان تلقوان የማይዘል በሆነ መዝገብ ውስጥ ስራቸው ይሰፍራል አይቀርላቸውም وما انت عليهم بوكيل አንተ በእነሱ ላይ ወኪል ወይ ሙዋቢ ተቆጣጣሪ አይደለህም አስተምር ወደ እምነት ጥሪ አድርግ አልኩህ እንጂ ማን ነው ያመነው ማን ነው ያላመነው ብለ ሰዎችን እንድትቆጣጣር አልመደብኩህም አላቸው حتى الرسول صلى الله عليه وسلم እዚህ ውስጥ አያገባቸውም ከማድረስ ውጪ ማለት وما على الرسول الا البلاغ المبين ግልጽ በሆነ ቋንቋ የጌታን መልእክት ማድረስ እንጂ ከዛ ውጪ ሌላ ነገር የለበትም መልእክተኛ ላይ
الله نو راسو جزاؤن يميسطاو مالتنا نعم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وكذلك أوحينا إليك اندزهم بانتلاي وحياتنا ناوردنا قرآنا عربيا በአረብኛ ቋንቋ የሆነን መጽሐፍ የሚነበብ የሆነን ሊቱንዚራ ኡመል ቁራ የከተሞች ዋና የሆነቻዋን እንድታስጠነቅቅ መካን ማለት ነው ወመን ሐውላሃ በዙሪያዋ ያሉትንም አገሮች ወቱንዚራ የውመል ጀምዒ የመሰብሰቢያ ቀንንም እንድታስጠነቅቅ ላ ረይበ ፊህ ምንም ጥርጥር የለበትም መምጣቱ ፈሪቁን ፊል ጀነህ ግማሽ ቡድን ወደ ጀነት ይገባል ወፈሪቁን ፊ ሰዒር ሌሎች ደግሞ ቡድኖች ወደ ነዲዱ እሳት ይገባሉ ይላል ወለው ሻ አላህ አላህ ቢሻኖሮ ለጀዓለሁም ኡመተ ዋሂደተን አንድ ህዝብ ሊያደርጋቸው ይችል ነበረ ሁሉንም ሙእሚን ማለት ነው ወላኪን ዩድኺሉ መን የሻኡ ፊ ረሕመቲሂ ነገር ግን በእዝነቱ የፈለገውን ሰው ያስገባል والظالمون غفنيوچ بدلنيوچ ما لهم من ولي للنسو وداج يلاچوم ولا نصير رداتم يلاچوم الى وكذلك اوحينا اليك اندي ودا انت اوردنا الله وكذلك ملو وكما اوحينا على الانبياء من قبلك كانت بفيت لنبروت نبيوچ وحياچنن اندا وررنو كله أوحينا إليك ودانت وحياتنا أوردنا يا وحي دقمو قرآنا عربيا عربيا قوانقوا يهونا قرآن سيخونا قرآن عربي نو نبي صلى الله عليه وسلم راسه مع عربينا يتلاكبت مهابرة سبم عربينا من امتلكوات على ما كف بيهونم بوقتو يركب ينبرو يعني قوانقوا يمير ردان ስለዚህ አልገባንም አልተረዳነውም ብለው ቁረይሾችና ሌሎችም ኩፋሮች ምክንያት ቢያቀርቡ ተቀባይነት ያለው ምክንያት አይሆንም ማለት ለምን لانه بلسان عربي مبين ግልጽ በሆነ የአረብኛ ቋንቋ የወረደ ነው ይረዱት በሚችሉት መልኩ ማለት ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين ከሆኑ አጀሞች መሐከል ባንዱ ላይ ብናወርደውና በአጀም ቋንቋ ቢያነብላቸው ኖሮ አያምኑም ነበር እንዴት አርጎ በማናውቀው ቋንቋ ይሉ ነበር ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي አጀሚ ብናረገው ኖሮ ምን ነው አልተተነተኑም የዚህ ቁርአን አንቀጾች ግልጽ አልሆኑም لولا بوينت ይላሉ አቁርአን اعجمي ونبي عربي قرانه باجم قنقوا نبيو دمو عربي አልተገጣጠመ ነገር ነው ኮይሉ ነበር ያን እንዳይሉ በሚገባቸው ቋንቋ ወረደና እናንተ ደሞ አድርሱ አለ ይሄ ነው ማለት ለምን ወረደ ታዳ ሊቱንዚራ ኡም አልቁራ የከተሞች ዋና የሆነችውን እንድታስጠነቅቅ ነው ይላል ይሄ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دعዋ አንደኛው مرحላ ነው ومن حولها بزورياو يادلو تنمال قرآن تلقو على ما كف بيهونم بهيدتنو دعواون ياسفاو مجمّريا الله سبحانه وتعالى نبيون راسات شون اقرأ على شون استيانتو تمار مالن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ استيانتو شوك اوقبوها لا دقمو من على يا أيها المدثر قم فأنذر على شون تنسنا عستنكك على شون በአደባባይ በህዝብ መካከል ለማወጅ ሁኔታው አመች ስላልነበረ የተወሰነ ጊዜ ተጠበቁ በኋላ እንደገና ምን አለ
وأنذر عشيرتك الأقربين له كرب زمدوچهن አስጠንቅቅ አላቸው ከዘመድና ከቤተሰብ ዳዕዋ መጀመር ስለሚገባው ጥሩ ነገር መስጠት ያለበት መጀመሪያ ለወገነህ ነው ለሚቀርበ አሁንም እኛ ልንሄደው የሚገባውም ይሄ ነው ተስፊያ ወይም ማጣራት ከቤት መጀመር አለበት ይሄንን አስተማረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ አያ ስትመጣ ሶፋ ተራራ ላይ ወጥተው ያ ሰባሃ ሀል ቁረይሾች ጎሳው ሁሉ ተሰባስቦ መጣ በመጣበት ሰዓት እያንዳንዱን ጎሳ እየጠሩ ያ በኒ ካዕብ ያ በኒ አዲይ ያ ማዕሸረ ቁረይሽ ያ ፋጢመተ ቢንት ሙሐመድ እስከ ማለት ሄዱ ያ ሶፊየቱ ዐመተ ረሱልላህ لا اغني عنكم من الله شيئا كالله بكل مما تان نغر على ادناچهم ني منالبات لا ادرغلاچهم مشلو زمدناچهم نطبقالله ولكن لكم رحما سابلها ببلالها كزي وچ الله كن راساچهم ادنو انقذوا انفسكم من النار بلوا اوجو ايه انغدي بقريش زوريا نبر معناتنو ادماسون صفا سيارغو دومو مناله اهون ازي لاي وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى مكان باتقالينا ومن حولها بمكه زوريا يالو كتموچنم علاچو قدم اندالنو يچ سورا كهجرا بكبيعثا كنبيينتاچو بسمنتنياو انا اسك 9ኛው አመت ባለው ግዜ ውስጥ ነው ወርዳ የተጠናቀቀችው ብለናልና በዚያ ሂደት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሂጅራ ማነው ከቢዕሳ መጨረሻ ሰሞን ወደ ጣኢፍ ሄደውም ዳዕዋ አደረጉ ዋዲ ነኽላ ሌሎች አካባቢዎችም የተወሰነ እንቅስቃሴ አደረጉ ማለት ነው አድማሱ ሰፋ አለ ከመጀመሪያው ለዓለም ነው የወረደው ግን ይሄ ተመርሁል ፊ ዳዕዋ ነው በዳዕዋ ሂደቱን እየተበቁ መሄድ መጨረሻ ላይ ምን መጣ ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا لعالم رحمتنا وانتن لكن هنجي كزي اوچي አይደለም ላንድ ጎሳ ላንድ አካባቢ አይደለም ማለት እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ባጠቃላይ እኔ ለእናንተ ለሁሉም ተልክ ያለሁ በላቸው قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا على لانذركم به ومن بلغ እናንተ ላስተነቅቅ የደረሰውንም ሰው ሁሉ አለ ቁርአን የሰማ ሰው ሁሉ ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ከተለያዩ ህዝቦች ይሄን ቁርአን የሚክድ ካለ ቀጠሮው ጀሃነም ናት ብሎ ለመላ የሰው ልጆች አደረገው ማለት ነው። ወይም ደሞ ሊቱንዘረ ኡመል ቁርአን ሚለው ለመካ ሲሆን ወመን ሐውላሃ ሚለው ለዓለም ከጫፍስ ከጫፍ ድረስ ነው። ይሄ ራሱ ዓለም ይይዝናውጃል ብለው ያሉም ዑለማዎች አሉ። ለምን መካ ከዓለም እንብርት ላይ ነው ያለችው? ዛሬም የጂኦግራፊ ሊቃውንቶች ይሄን ያረጋግጡ ነው ያሉት። ቀልቡ ዱንያ هي مكة المكرمة እንብርቱ እዚያ ነው። አላህም ከዚያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመረጠው ከዚያች ከተማ ዳዕዋው ዓለም አቀፍ ለመሆን በሁሉም አቅጣጫ ለመሰራጨት አመች ቦታ ስለሆነ ነው። ወሊላሂል ህክማ ጥበቡ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ያን ቦታ የመረጠበት ማለት ነው። ወደ አፍሪካ፣ ወደ እስያ፣ ወደ አውሮፓ፣ ወደ ተለያዩ አህጉሮች ለመበተን ያ ቦታ ወሳኝ የሆነ ማዕከል ስለሆነ ነው አላህ የመረጠውና ወመን ሐውላሃ ሚለው ጀሚዓ ለዓለም ነው ማለት ነው። አወለም የረው أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يميلو آيام مهين معناه نو ميجلسو كي يچافو چاتك النسالج عندو أكوابي زاري ودسلمنا يقبال نقدمو ليلاو انده يالا مدر بمولو بي إسلام تتلك لك اللج مالتن يا ملك كتال مالتنو زارين بيهون الحمد لله إسلامي للبت عندما قري اللم وسينتشر وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من بيت حجر او مدر الا سيدخله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل يدين غايمهون يا فر بيت اسلام ما يغبابت عينورم ودفيتا بمن ملكو يهم يمطابت كزي الله سلازي اياو ياننم يميتقوم ليهون خلال فالله اعلم لتنذر ام القرى ومن حولها يساچو تلكو مجمر يا ما استنككناو مالنو وتنذر يوم الجمع يسبسباون امكن لتاستنقق قال يسبسباو قن مالت مندنو الله ملا يسو لجوچن باند ادباباي لاي يميسبسببت قن نو ايه الله قطرو نو يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن الى لما سبسباو قن ان انتن يميسبسببت الى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يا سوت كلهم يتسبسبوا بتقنوا كلهم يتساتفوا بتنا يدان
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يمجمر ياوتشم يمجر شاوتشم ودتاوك أوك أنكترو تسب سابي وچنا جويلة من لا سوتشن باندى الدبابة يسب سبو الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد فرد يمسى تبتكن لا ريب فيه هيك عندما يمت أنبلو ميترا تركا لفتصم ترطاري لنربتها يقبام مال لا شك في وقوعه هو كائن لا محالك يا لمنم ترطر تفتصامين ويهيك ترويلة يا أنت هذا من يكستال الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده بباري أوجو مهكلي فردال عندي يسراتشو عندي يبقو سراتشو نامت فسراتشو ودمد باتشو يشنياتشوال فريق في الجنة قماشو كفل بجنة نعمة يمنشنشال يمنا الدلال وفريق في السعير ليلة ودقمو بجهنم مستسكا يالنقلا التالرة بزفك دقنا دلم عندو يهينيو كفل جهنم قبا يهينيو جنة تبلو عندو هاي دلم يمكفلو عندو يسراتشون في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة تنشت لكو أما يقول لباتي هونج مزقبوست مزقبا فينبئهم بما كانوا يعملون يسروت ينبرون يا سيئات شوال يفرد بات شوال ملائكة كبو رب العالمين مطو وجاء ربك والملك صفا صفا كذبوا حالانو فرد مستوي بالال إلى المالان بل إلام آيان دمي قلسو يومئذ يتفرقون يزيالت يبتات تنال زاريتك الاقلون دمي نورايد اللي يومئذ يصدعون يسنتات قالوا له لتي كفلا الليل وامتاز اليوم ايها المجرمون ان انت مجرم وجه زاري ما تنطلوا انجي لاچو اندي مؤمن وجه قاتقلاقلاچو اسكمچ ان انت مود بوتاچو نزيهم مود بوتاچو تلايو انجي بلو الله سبحانه وتعالى فرد ميسطبت قنوا مالا لمن قماشون جنت قماشون جهنم ادرغو كلهم يجنت مادرك كلهم يجهنم مادرك يسانو الله يبالا يسانو عندو كن حكمه وناطببو ايهنن اسفرده اقتضت حكمته ان يكفر بعض الناس ويؤمن بعض الناس وله الحكمه طببو يسونو سلازي من على ولو شاء الله لجعلهم امه واحده الله بشا نورو عند امتي ادرغاچو نبر على بمن ملكو ويم كلن مؤمن ويم كلن كافر بل لا اي اندمي گلصو ولو شاء لهدى الناس جميعا الى كلن سوچ الله سبحانه وتعالى بيفلق ممرات خلال اما على الهدايه او على الضلاله بفقادون يبتناچو ولكن يدخل في رحمه من يشاء في رحمته برحمه وسط ميفلقون نو مياسگبال يهدي من يشاء ويضل من يشاء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله يمرون مياساسته ما انم يله الله يطممون مياقناو ميلم يسو نو گن اندو دمو بزفقده اياطماچوم متممو راسو كنس بمنچ سرا سبب نو مجمريا سوچن الله نصوح ادرگو نو ميفطراچو كل مولود يولد على الفطره اندميلو كنصحنا بهالا فابواه يهودانها او يمجسانها او ينصرانها يتسبوچو يهودي او ينصراني او يمجوسي ادرگوتال ويليلا نگر باكبابي ببيئه تصنو سري غبانا سويو ودال هنا اقطاچا ليهد يچلال وحيو كدرسو ملكتو كسما بهالا الاقبلم سيل طبع الله عليها بكفرهم وكفراتهم سبب الله لباتهم ياشغوال يعني انه يجلس يالو والظالمون ما لهم من ولي ظالموت للنسو وداج يلاتهم لا يواليهم احد لمن الله سبحانه وتعالى يمؤمنوت وداج نوا الله ولي الذين امنوا الله يامنوا سووت وداج يخرجهم من الظلمات الى النور كفاروت السامان وداجاتهم والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت شيطان شيطان دم ما يتقماچو ما ابراچو جهنم يغبال انج ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انا بتچوهبني ارداچو انانت لاي بچوهني انانت اتردوني من ارغلاچو الله داوم ሁላችንም የጀሃነም ሆነናል ብሎ ከመናገሩጭ ምንም ይጠቅማቸው ነገር የለም ስለዚህ የቂያማለት ይረዱናል ያሏቸው አማልክቶቻቸው ይጠቅሙናል ያሏቸው ወዳጆቻቸው ሁሉ ይከዷቸዋል فلا انساب بينه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ወዳጆች ግማሾች ለግማሾቻቸው ጠላት ናቸው الا المتقين فالظالمون ما لهم ولي ولا نصير يميرداتهم يلا على الله كارداتهم ليلا ما ميرداتهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة كالله ليلا عمالك تدرقهم يقربوا الله لمن أردواتهم بلو يتأيقنا الله
بل ضلوا عنهم الى يلكونهم سكجاچو يطفالو لمن وذلك افكهم دروم كو هي وشتاچو لو مسرت يالو نغر على نبرم وما كانوا يفترون الى ام اتخذوا من دونه اغنياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم أم اتخذوا من دونه أولياء كرسول إلى أمالك توجن يازون فالله هو الولي الله ارسنو أونتنياو أملاك ويم ودا جوجن يميردا وهو يحيي الموتى ارسو متانن هياو يادرقال وهو على كل شيء قدير ثم بهل نجر لاي چاي يهونا گيتانو وما اختلفتم فيه من شيء كمنم نجر انانته يتگاچاچوبت نجر فحكمه الى الله فردو داننتو ود الله نو مملس يالبت ذلكم الله يا الله نو يميفرد يهونو ربي يني گيتا عليه توكلت برسو بچا امك الله واليه انيب ودرسم املس اللهني فاطر السماوات والارض سماياتنا مدرن يفطر جعل لكم من انفسكم ازواجا كنفسوچاچو طامراوچ لنانت يادرگ ومن الانعام ازواجا كانسساتوچم طندوچن يادرگ ليس كمثله يذرأكم فيه برصوص تنانتني فترال ليس كمثله شيء عند السوام سايا عند اتشم يل وهو السميع البصير سمينا تملكاتهم الصنو له مقاليد السماوات والأرض يسماياتنا يمدر قلفوش ويمك فچاوش بسجنا چو يبسط الرزق لمن يشاء لفلقوا صوصي ساين يا سفال ويقدر يا تاب بالم إنه بكل شيء عليم ارسم بهل نقر آواكي يوهن كيتانا ويلا مشركو اتشن ايو وكسن ايتتش ام اتخذوا من دونه أولياء كسل الى رداتو اتش امالكتو اتشن يازون ديال يهدر قيتاتش واهن تكباين نتلينورو يچلالووي كالله سبحانه وتعالى وجي على أكال ولي تدرقو لياز يقباو اللويا بجراشا يقباو استفهام تقريع لان يهي أن السلمو كسنا لما جرفرف يكربت إياكينجي آو بلو من الله شندي ستو تفلقو عيد الله انديت اندهي هادر قالو لما لن فالله هو الولي ونتن يو ولي الله سبحانه وتعالى نو ወዳጆቹን የሚረዳ ጠላቶችን ደግሞ የሚቀጣ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت እንደሚለው الله የነዚያ ያመኑ ሰዎች ረዳትና ወዳጅ ነው ከጨለማዎች ወደ ብርሃን ያወጣቸዋል ከሃዲያኑ ግን የነሱ ወዳጆች ሸይጣኖች ጣጉቶች ናቸው ከብርሃን ወደ ጨለማ የሚያወጣቸው ይላል ስለዚህ እነተኛው ወልይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው እነተኛ የሆነው ሐቂቃ አምልኮ የሚገባው በምን እንዲ ሊሆን ቻለ ከተባለ ደግሞ وهو يحيي الموتى የሞቱትንም ሕያው የሚያደርገው እሱ ነው የሞተን ማስነሳት የሚችል አለ ሙሽሪኮች ከካዷቸው ነገሮች መካከለ አንዱ በዕት ስለሆነ ሞቶ መነሳትን አጥብቀው ስለሚክዱ
ካዳችሁም ማመናችሁም የሞቱትን የሚያስነሳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ደሞም ትነሳላችሁ ይላላችሁ وهو على كل شيء قدير كل نجر لا يتشاي يونه جيتانا ومن ذلك احياء الاموات واماته الاحياء كم يجلاچو نغروچ ماكل يموتوتن هياو مادرك يالوتن دغمو مجدل نو يحيي ويميت ويرزق ويقيت يجدلال يا نسال يسطال يقلبال يفلغون نجر يادرغان لمالن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ምንም ነገር ይሁን ምንም እናንተ የምትጋጩበት ነገር ዳኝነቱ ወደ አላህ ነው መመለስ ያለበት በሰዎች መሐከል ሊኖሩ የሚችሉ ልዩነቶችን መፍታት የሱ ስልጣን ብቻ ነው ማለት ላ ኢላ ገይሪሂ ከርሱ ሌላ ወደ አለ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎችን እንደፈጠረው ሁሉ አምልኮ የሚገባው ለሱ ነው እንዲሁም በመካከላቸው በሚኖሩ ልዩነቶች فرد مستتنا حكم محكم ميقباهم اسو بچانو مالب بليلا ابابال سووج ودا الله شريعه انجي ودا ليلا تحاكم ويم مدانيت فصو ما يفقد اللاچو مالتن نو ياراغاغط يالو ببزو اياوچ دمو هين معنا يگلصال ولا يشرك في حكمه احدا الا با فرد لاي ماننم ما يشاركم الا ان الحكم الا لله فرد الى الله سبحانه وتعالى بتشانو ليهون ميگباو امر الا تعبدوا الا اياه كرسو بستكللان انداتا ملكو ازوال لا من مالن نو تحاكم راسو يا عباده اكال نو مال سلازي كا الله وچ لا اكال كتسطى يا الله نمبت لمخلوق مسطت نونا شركم في الالهيه باملكو لا يميدرج شرك نو مالتون ان الحكم الا لله عليه توكلت سوره يوسف لا يبالو ما ايا فرد من دانينت ود الله بቻ ነው በሱም መካለው ሄላሉ ዩሱፍ ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين دانينت ود الله بቻ ነው فرد ود الله بቻ ነው ህግ ያላህ بቻ ነው ሁነቱ የሚተርክና فرد ከሚሰጡ ሁሉ የተሻለ የሆነው እሱ ነው ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الله بالا باوردو የማይዳኙና ወደሱም የማይዳኙ ሁሉ كهاديان ناتشو ومالات يقلصال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله يفرد اللهم يبالو يوم القيامة باري عوشو محكل فريق في الجنة وفريق في السعير بلو مفردو بچا سايهون الزهم دنيا لاي يهي حلالنو يهي حرامنو يهي نادرقو يهي ناتدرقو يهي ناتفا بزيه كتا بلو هج موتات سلطانهم يسو بچانو كذوچ የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ ينازعون الله في حقه الله سبحانه وتعالى بمبቱ ላይ ነው የመጡበት ያሉት ማለት እና ይሄ የሚያረጋግጥልን ነገር ቢኖር ምንድነው በሰው ህይወት ውስጥም ቢሆን ገብቶ መዳኘት ያለበት ያላህ ሸሪዓ ነው ማለት ነው ያላህ ሸሪዓው ለገብ ነው የአቂዳ ጉዳይ በማያሻማና ግልጽ በሆነ መልኩ ተቀምጧል شبهاتن የሚያስወግድ قلبن بإيمان ميمولا عقيدة بإسلام مستكمطوال بشريعة بكلن بيون إيان داندان يهيوت زرف يمين ملكتن يسولج غنا كناتو محاسن كوت عباس ساعت جمرو بأذاني الجمرالة هكبر استنيتنو بسم الله وعلى ملة رسول الله بلن اسكم السماء بتو درس باللو محكم يالبتي الله سبحانه وتعالى شريعة بچانو مال بسوش محكل ماننن يوم لجنت بفتر مفتيه ومفلق يالبت كالله قرآن نو فحكمه إلى الله يالنا بل إلى ما آيا وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول ودى اللهنا ودى ملكتن يوم اللسو تلال باتفاق السلف معنى من النوالو فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودى الله كتابنا ودى نبي صلى الله عليه وسلم سنة ملسو تمالتنوال يا الله شريعه عند نجر يتناغر ليلا سو دغمو ليلا نجر بيل ود سو يو املكاكت كتزنبلك الله ان الفلغم مخلوق نفلغالو معناتنو جزء من الشرك نو بغلص قنقوا معناتنو ايه يا شرك اكال نو يالنو الله سبحانه وتعالى يالو الله ان بي بلاچو لسو متتعززو كهونا وان اطعتموهم انكم لمشركون اشي قالاتوحاچو في مخالفه شرع الله ان انت راساچو مشركوچ تهونالاچو بلو الله سبحانه وتعالى گلصوتال
لمندنو الله حكم مسألة اللبتي تبالو ذلكم الله ربي ينيجيتانوا الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدني ورباني بنعمه وهو الذي يستحق أن يشرع لي هق لي أوطالني ميقباو ياسقنيننا اسكهوتي فتصامي درس يتنكباك بني اللو جيتا الله سبحانه وتعالى بچانو سلزينو مشركوش لاي كتكيت آياوش وحالا ملسيسات من ناقينيو أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الله يالفكدو النقر يدنققوا الله اتشو شركاء واتش الله اتشو نيلا انديت بمن ملكو مالا من مخلوق حتى نبي انكوان يراسو يهون شريعة ما امتاتا يتلم إلا بوحي من الله نبي صلى الله عليه وسلم قرآن دي الشاشلو تطيق أو نبر ائت بقرآن غير هذا أو بدله الواجب كذل إلى قرآن أنت سكينيا في الله وتقار المهيدا قل ما من أهل الساتشو ملسون الله سبحانه وتعالى ستاتشو قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي كراسي في الله قوتنا كراسي تنساش إن التنسج لكي يرو لك ألبسو أي ساكال لن ينبلاتشو إن أتبع إلا ما يوحى إلي كجيتاو يبكل ودني يمي وردون بچانون يمكتلو بلاتشو بلو الله سبحانه وتعالى ملس مارتن الساتشو مجمر تكتايناتشو كجيتا يميمت اللاتشون تكتاينا جمالكم اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كجيتا تشوفوا كل تورد اللاتشون اتجيك بطعم طرو يوهنا هق النامر تكتلوا إلا عليه توكلت بس بچام مكا لو بوست امنتي با الله سبحانه وتعالى نمو مكا بهوت امدمو با الله حقنا ومدان يومال وإليه أنيب ودرسم أما اللسالهن في حياتي كلها وفي مماتي بهوتين بموتين وده سبحانه وتعالى بچانا مملسه بالي يالاتشون فاطر السماوات والأرض يسماياتنا يمدر فتارينو لزهمنو ماززم مفترم يستو يهونو ألا له الخلق والأمر إلا مفترم يستونو ماززم يستونو اندها رقو اندها التادرقو بلو مازز يميشلو مالدو وأنه جعل لكم من أنفسكم أزواجا أو ندمو لتاوچنا نعمة وچنا يستاوسن كنا انتو أبراك كفاي يهونو يهيو تتامرا وچنا قوادوچن لن انتا درقل لا تهلا بل إلا آيادمو يبلت اندمي قلصو لتسكنوا إليها إلا ودننيا أزواجوش بمهين إركاتان دتاقنيو أدرقل لا تهلا وندو ودا سيتوا ودا وندو بمهيد دستان ياغن يالو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن النسو لن أنت شفان أن أنت لن نسو شفان بلو اندمي قلت أو مالا إهن النعمة يادرق الله چوه الله سبحانه وتعالى بچانو لن أنت بچاساي هون كسو وچلا لتم هوت لالله چوه نگروج ومن الأنعام أزواجا تندو چنا درق ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين أحرم أم الأنثيين يا لسورة الأنعام لا يبسفون دمي قلت أو مالا يذرأكم أن أنتن يفترات تهال لالا فيه مالت من دنو في الرحم مالت نوال بما هاس أن استفترات تهال وقيل في البطن وقيل في هذا الوجه من الخلقة بزيها ينتأف فتاتر أن أنتن يفترات تهال امرا ويم تند ادرغو زوج ادرغو فطراتوحال هوت يالاچو نغروچ كله اندزي ناچو خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون مدر كمتابقلاچو مهونه كنفسوچاچو مهونه انسو كما ياوقواچو نغروچ كله امراوچن يفطره جيتا نو مالن ويم فيه مالت به مالت نوال يذرؤكم به بتندنت انانتن يفطراتوحال مالت نو فمانيوم ملكو ليس كمثله شيء يسو تمساسا يهونه عندم يلم يمان يا الله سبحانه وتعالى تمساسا يلم فهو الفرد الصمد الأحد.